أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغديني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلالا كأن البدر في ليلة تمامه وكمال فما كانت اللساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلى الله قد اقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة أفؤادي فقال يا أما إني أشرب منك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك آتات الكساء فأقبل الحسن على الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل ما قطعت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت اللساعة إذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات الله قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة أفؤادي فقال لي يا أما إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا ذا الله والسلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك بالحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني
আসমন্দকরায় হতন্তয় বদন কান্নাহারায় তাকীব ইবনে আম্মি রাসূলিল্লাহ ফকলত নামহা ওয়া মা ওয়ালাদাইকা তাতাল কিসাই ফাকবাল আলাই আল্লাহ ওয়াল কিসাই ওয়া কাল আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আতাযুরু লি আন আকুনা মাআকুম তাতাল কিসাই কাল লাহু আলাইকা আসসালামু ইয়া আখি ওয়া ইয়া ওয়াসি ওয়া খলিফাতি ওয়া সাহিব লিওয়াই কাদ আযিনত লাকা ফাদখাল আলিয়ুম তাহতাল কিসাই সুম্মা আতাইতুনা ওয়াল কিসাই ওয়া কুলতু আসসালামু আলাইকা ইয়া আবতাউ ইয়া রাসূলুল্লাহ আতাযুনু লি আন আকুনা মাআকুম তাহতাল কিসাই কাল ওয়ালাইকা আসসালামু ইয়া বিনতি ওয়া ইয়া বাজআতি কাদ আযিনত লাকা ফাদখালতু তাহতাল কিসাই فلما اكتمل الله جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء واومها بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويازنني ما يازنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك عليا وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السمع مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم آل بيت النبوة وما دين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات الله صلى الله محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السمع مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل إن الله فقال النبي صلى الله عليه وآله
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل على الأرض وفي دم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة صلوات الله فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفي دم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما إلى اليوم ولا معموم الله وكشف الله هما إلى اليوم ولا طالب حاجة الله وقضى الحاجة إلى اليوم فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء امام الزمان ظهور حجة خدا اللهم كن لوليك اللهم حجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة قائم آل محمد صلوات دعا ہے تمام اباب دی تشریف آوری پاک اللہ اپنے دربار وچ قبول حضور فرمائے بانیان دا یہ تمام خرچہ خراجات لنگر نیاز مالک دو جہاں اپنی بارگاہ وچ قبولیت عطا فرمائے جتنے بھی نزدیک تو یا دور تو ٹورک آئے امام زمانہ دوڑا ہر قدم عبادت شمار فرمائے اس اشرا محرم الحرام دا ثواب پیر سید قاسم بخاری دے نام اعمال میں درج فرما درجات بلند فرما امام معصومین دی شفاعت نصیب فرما پیر سید علی حسنین دی زندگی دراز فرما یا اللہ اس امام بارگاہ نوں اس طرح ڈن تا قیامت آباد شاد فرما صلوات بھیجو محمد علی محمد دے بلند فرما نعرہ تکبیر زندہ سلامت چاہو ناچونا عظیم عبادت ہے سارے ناچو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری و نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اسنودی محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى يقين صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات دعائے خداوند متعال میں کہ چاردہ معصومین علیہ السلام تمام حاضرین دی تشریف آوری پاک اللہ قبول فرمائے اللہ دے سونے نبی دا ایک سونا جہا فرمان پڑھے تیرا تا میرا نبی ارشاد فرمائے پن مم ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا کہ جیڑا بندہ محمد و آل محمد دی حب لے کے ولا لے کے محبت مودت لے کے دنیا تو چلا گئے معصوم فرمائیں پن بندہ شہید ہے کئی عام بندے دا کلام نہیں کئی عام بشر دا کلام نہیں کئی ذاکر مولوی دا کلام نہیں جہاں سے اقرار نبوت کر کے دائرہ اسلام چاہیں نبی ارشاد فرمائیں پن مما تا اللہ حب آل محمد مات شہیدہ کہ جیڑے ہی بندہ محمد و آل محمد دی حب لے کے ولا لے کے محبت مودت لے کے دنیا تو چل کے معصوم فرمیندے پنو بندہ شہید سوائے سے شیعہ دے سوائے سے فقہ جعفریہ دے کوئی ایسا فرقہ کوئی ایسا مذہب نہیں جڑا میت نو غسل کفن دے کے قبر کھٹ کے میت نو قبر لٹا کے اون دے دوئیں موٹے ہلا کے آدے ہون اسما اے فہم توجہ ہے سارے دی کوئی ایسا فرقہ کوئی ایسا مذہب نہیں جڑا میت نو غسل کفن دے کے قبر کھٹ کے میت نو قبر لٹا کے او دا منہ خانے کعبے والے پاسے کر کے آدے ہون اسما اے فہم سون تو سمجھ او فلاں تو فلاں حال انت اللہ الذی فرقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له کوٹ پیرو والے تلقین دے پہلے لفظ اسما اے فہم اسما اے فہم سن تو سمجھ میرا ایمان عقیدہ ہے سننا تو سمجھ او صحیح جندا امام پیر علی او سی زندہ سلامت اتنا مطلب ہے کہ مرن والا بندہ سندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے صرف وہ کو دو چیزاں واپس لیا ویندیاں ایک وہ بول نہیں سکتا دوجا وہ حرکت نہیں کر سکتا سندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے اسا مدینے والے سیدن منے
ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਦਾ ਜੰਗੇ ਸਫੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਨ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੀ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਏ ਹੈਦਰੀ ਸੈਲ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਅਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਖੜੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਖੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਆਦਨ ਮੌਲਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਖੀ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ 40 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਅਗਰ ਸੈਲ 40 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੈਲ 40 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੈਲ 40 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾ ਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਸੁਬੋ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਸੈਲ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਬੋ ਆ ਕੇ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਵੰਜੇ ਬਸ ਮਾਸ਼ਰ ਤਾਈ ਆਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ